طيب، بمناسبة كلامنا عن الطاقة، ما دليل التحول مصر من الندرة للوفرة في التيار الكهربائي؟ يعني خليني أقول لك زي ما قلت لك برضو، يعني هذه نقطة تحسب وتقيم لمصر يمكن من العالم كله. يعني يمكن لو شفتي آخر تقرير لبلومبرج وأيضا التقرير اللي عملته أو اللي عمله الاتحاد الإفريقي لتقييم الدولة المصرية في إنها دولة في خلال 4 سنوات من دولة لديها شح في الغاز الطبيعي وشح في الكهرباء وانقطاعات في الكهرباء، إلى دولة لديها القدرة، فائض من الغاز، فائض من تكنولوجيا المحطات للطاقة الكهربائية، فائض أيضا من سلة الطاقة المتنوعة لإنتاج الكهرباء، وأيضا بالوصول إلى فائض من الكهرباء يصل إلى حوالي 15,000 ميجا واط. وبتستهدف الدولة عملية القيمة المضافة أيضا من الكهرباء بثلاث اتجاهات. الاتجاه الأولاني وهو عملية الدمج الكهربائي من خلال شبكة الربط العربي، يعني زي ما حضرتك وكثير من السادة المشاهدين وجدوا البروتوكول اللي تم تعاقده مع دولة العراق الشقيق لبناء البنية التحتية للعراق، وبنستهدف أيضا عملية الربط ما بين الأردن والعراق كشبكة ربط كهربائي لأيضا تغذية العراق بحوالي 3000 ميجا واط مستهدفة. وبالتالي الفائض من الكهرباء تم استخدامه كقيمة مضافة من خلال عملية البيع المباشر الشبكة القومية للسودان بنسبة 350 ميجا واط، لدولة فلسطين بحوالي 120 ميجا واط، لكل من الأردن بحوالي 250 ميجا واط. أيضا احنا بنستهدف أيضا التبادل مع المملكة العربية السعودية بالفائض بما لدينا والفائض بما لديهم وقت الذروة، بالإضافة أيضا إلى عملية الربط في شمال إفريقيا لمدها إلى كل من تونس والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى أيضا الدعم اللي احنا بنديه لدولة ليبيا من ضخ أيضا حوالي 320 ميجا واط. كل اللي بحاول أشرحه لك، لولا أن هناك خطة كانت ملزمة لدى الدولة المصرية من الاكتشافات الاقتصادية للبحر المتوسط، آليات ترسيم الحدود ونجاح القيادات السياسية فيها، لولا أن هناك فائض من الغاز، لولا أن هناك ضخ بكميات كبيرة لمحطات الكهرباء، لولا أن أيضا استهداف تكنولوجيا الكهرباء الحديثة باستخدام محطات ذات الدورة المركبة اللي وفرت حوالي 30% ل40% توفير من قدرات استخدام واستهلاك الغاز في المحطات النمطية باستخدام المحطات الحديثة ذات التكنولوجيا للدورة المركبة في كل من العاصمة الإدارية والبرولوس والكريمات ببنسويت. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال الأليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، شرفتنا في المواجهة وشكرا ليك يا فندم.